أعلنت وزارة التجارة البارح عن جملة من التخفيضات في الأسعار واللي شملت بعض الخضر والغلال واللحوم تزامنا مع الاستعداد لشهر رمضان المبارك. نشوف التقرير. سجلت أسعار بعض الخضر انخفاض مقارنة بالأسبوع الفارط، من ذلك مادة البطاطا اللي تراجعت بنسبة 12% والطماطم بنسبة 30% والفلفل ب 15% والخيار ب 45% حسب ما أعلنت عليه وزارة الصناعة والتجارة في بلاغ لها. كما تراجعت أسعار القرع الأخضر ب 19% والجنارية ب 15%، في حين عرفت أسعار الفول الأخضر والجلبانة استقرار متواصل. أسعار قاعدين نشوفوا فيها المدة هذه قاعدة تنزل بشكل كبير. اليوم عملنا يعني بلاغ اللي حددنا فيه، اعطينا معطيات حول هذا اللي فما اشياء هبطت 40% و30% كما الخضر والمنتوجات الفلاحيه. وفيما يتعلق بالغلال فانه اسعار الفراوله والبصع والتفاح والمشمش تشهد استقرار، علما انه الاسعار هذه المعمول بها خلال الفتره الحاليه تعتبر منخفضه مقارنه بنفس الفتره من السنه الماضيه بنسبة روحت بين 5 و22%. كما سجل أسعار الدجاج الجاهز للطبخ والسكالوب انخفاض طفيف مقارنة مع الفترة السابقة. وأكدت وزارة التجارة أن وضعية تزويد السوق خلال الفترة الحالية تتسم بوفرة العرض وتنوعه، خاصة من مواد الطماطم والبصل والجلبينة والفولة والقرع والفلفل والجنارية. أما بالنسبة لمادة البطاطا فإن الكمية المعروضة في تحسن متواصل. وفيما يخص الغلال فإن مادة الفراولة تسجل تحسن متواصل للكمية المعروضة، إضافة إلى الدخول التدريجي لبعض الغلال الفصلية كما المشمش والبصع والخوخ. وفي المقابل تم تسجيل تقلص متواصل في الكميات المعروضة من أغلب أصناف القوارص، وذلك بسبب قرب نهاية موسمها. برشا منتجات إن شاء الله مش تكون أيضا في الفترة تاع شهر رمضان، شهر رمضان تكون فترة وفرة، نتوقع صعبة إن شاء الله في أهم المنتجات الفلاحية والغلال خاصة الصيفية مش تكون إن شاء الله منتوج كبير ومتوفر، وصعبة استثنائية إن شاء الله باش نلوجوا على أسواق أيضا للتصدير، وبالتالي إن شاء الله تكون أسعار متوفرة، المواطن ما يتلهفش، يكون مرشد لسلوكه الاستهلاكي ويكون محافظ على التزود من المسالك الشرعية والقانونية. تخفيضات تتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم اللي عادة ما تزداد فيه نسبة الاستهلاك، الأمر اللي خفف العبء على قفة التونسي اللي من المنتظر إنها تنخفض من 100 دينار إلى 75 دينار.